الشيخ الله يعطيه العافية ذكر قصة. يا أخي كان ودي أشارك بس ما حبيت أني أقول القصة يعني أخرب موضوع في الوقف اليوم، فقلت لا خليني أقول لكم القصة هذه. هذه وين الخبر؟ إي جايك. كن حليما إلى آخر لحظة، فهمت علي؟ إيش سالفة فيصل أمس حقت لا تزعل؟ لا تزعل. لا هذا طول العمر أحد الصحابة قالها الرسول معنى الحديث اللهم صل وسلم عليه، وش تبي اطلب؟ قال ابي يا رسول الله ابي ناقه محمله بالخيرات. فقال في معنى الحديث اعجزتم ان تكونوا كعجوز بني اسرائيل؟ وش قصه عجوز بني اسرائيل دي؟ عجوز بني اسرائيل يقال في الاسرائيليات ان موسى لما اخذ بني اسرائيل من مصر وطلع فيهم في رحلة التيه، ذهبوا في رحلة التيه تيهون في الأرض. طبعا كل ما يروحون في مكان يرجعون لنفس النقطة، يطلعون بيطلعون من مصر يرجعون لنفس النقطة. قالوا وش فيه؟ قالوا الأحبار اللي معه كانوا من بني إسرائيل، قالوا أنه يوسف عليه السلام قد أوصى بني إسرائيل أن إذا خرجتم من مصر خذوا رفاتي معكم إلى أرض الموعد، موعودين فيها دي فلسطين أرض الموعد، خذوا رفاتي معكم. فحنا ما نعرف والله وين مكان دفن يوسف عليه السلام، لكن في عجوز من بني إسرائيل تعلم أين دفن يوسف. من العجوز؟ قالوا فلانة جاءها سيدنا موسى قال وين دفن سيدنا يوسف عشان نأخذ رفاته معنا وكذا. قالت ما أعلمكم حتى تعطوني مسألتي. قالوا وش سؤالك؟ كانت اسأل الله لي أن يرزقني الجنة وأنا أعلمكم وين مكان دفن سيدنا يوسف، أنا أعرف مكانه. قال هذا أمر ما لي فيه، يعني أنا سلطان لازم أرجع الله سبحانه وتعالى. فأعطيت الجنة من الله سبحانه وتعالى، فقال نعم لك الجنة بأمر الله سبحانه وتعالى بفضله يعني. فقالت إذن هل الآن أعلمكم وين دفن يوسف؟ دفن يوسف عليه السلام في هذه المنطقة، في هذا، احفروا هنا تجدون. يقولون فحفروا فأخرجوا رفات سيدنا يوسف عليه السلام فأنار الطريق لهم يدلهم إلى أرض الموعد. طبعا هذه من الإسرائيليات، فهمت علي؟ نأخذ منها. لكن هذا القصد في هذا الموضوع والخبر في هذا الموضوع، سؤال هذه العجوز ما سألت بالخير الدنيا، سألت الجنة. مثلنا كلنا احنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم ووالدينا الجنة والفردوس الأعلى بعد منها، ما هو بس الجنة بس. بيض وجهك وجزاك خير. وجهكم. أعطيتني مدخل جميل من زمان والله في بالي، شفت يوم أقول لك يوم تكلمت جزاك الله خير الله يكتب أجرك عن الوقف وقلت مني 500 الآن ذكرتها، أعطيتني وذكرتني أني حتى أنا أتصدق